هل انقباض القلب والخوف عند دخول المساء ورؤية الغيم فيه شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ناشئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وأراك إذا رأيت الغيم أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني؟ قد رأوا قوم فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فكان كما قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان إذا أمطرت السماء سري عنه. أما إذا كان الخوف زاد عن حد الاعتياد كما ذكر السائل في سؤاله، فعليه أن يكثر من ذكر الله، لأن الإيمان حينئذ ينبغي أن يقوى عنده.